عديدة هي الموانئ الأوروبية التي تربط المملكة المغربية بعدة خطوط بحرية، من بينها ميناء سات الفرنسية، خط بحري يستعمله مغاربة العالم على مدار السنة، وبالخصوص أصحاب شركات نقل الأمتعة والسلع بين المغرب وأوروبا. غير أن هؤلاء يعانون من مشاكل عدة، منها ضعف الخدمات وغلاء التذاكر وكذا خدمات أخرى. طاليان يتسمى ديج الشركه اني نواجبو تعفنت نهار مزوار، ولكن ومن بعد ومي غفن الخدمه موجود يتسمى اني شوني سن نخدم نبدا يغار ويطيح عما من بعد هني بدا نسنقس نزي فهمتني غزي زي الكهرباء من زمان مثلا فهمت يدور لا كاليتي سيرفيس بالدر يوذن مثلا ليكيب يخدم نواجبو ذو النير بدا فهمت. وبالنسبة للصور في الأثمينة، الأثمينة راح يتجان خمس وارج جنت الأثمينة التصبحانين فهمت عشان الأثمينة المليح ومجادين الشركة تمغرى باش خمس وارج راح الأثمينة جد مناسبة تما من بعد سندينا الطليان سقعد التمن لأنما وغاسن بول كونكيرونسي جاني تما غاسن يريشن الشركة نغريثن غي نفسن باش يدير التمن مناسب ألوغ المشكلة جان وهو تنسق واحد سن من بعد غاسن السلطة كفوس وأكبر حقة السيورد يبو دعم ركعتني دشان وورني خد السيورد أمو كذا الصفون ديجن كانوا نقطة عازن نهني قاعني شين ديجن لاليست تزق وقت ميت عنا لاليست غوج وهو عام وأكبر حقتني تبغاربوني يمكن مرا أثو يدشان الحوجة جنيخ كذا صاحت غشف نسن مثلا غالبيرو قاعني شي تخد سديجن وارفورو ضبروسي باش يتسمى أذيش كسن لبواني لاليست غوج الدور تصفى هذا كيسن ما علينا. المشكلة القراني غا يتجان لي ترونسبورتور وهو تمن نشين ديال الكليانسن نورمالمون انت وحسب اخر يجي ابو المو على دور العام مثلا شطح لي جو ماضي شاني هنيني ما عنديش ها وهو غا كيريج الثمن هذيك قيم تمنية فيكس فهمت ديري غيج الثمن هاد فيكسان. المشكل القران خميد غا يوض شحال ستة هادي في واحد زي ستة هادي كوماس الجالية المغربية جان جروبا فرنسا غاليمان هولندا بلجيك المهم مع الدول هادينا هاكا انت باش طاح نزي سات راني تما توكدن باش وكسينا بريد اسبانيا واش نتوقع نبو المشاكل تكني جن الثمن خيالي الشات راه ثعاب عيمو عن دوبل راه وخا الجالية ني دي تاسن خاص نسيور تسمى دي تاسن جروبا يجن جالية دي تاسن جروبا خاص نسيور راني هنا نشي ندي مزورة لان ما راح الاسبقية ما يمي الجالية ني تزديجو ماضي عامين نخذي عام وتجيبون غا ميجني كراكيسن إن شي جن عشاط من الشرب لا قد كيش ديال المحنة يتمسكع كيشرب داك كبريض يتعاونيش وتجي ديج بنادم يتصدر هكذا نوجين يجو ماضي عام الفرق ضم قران الو غنشين الثمن راه يتجاني خص ديالي الثمن هذا خص هو ندي الثمن وعاد نتمنى يجن حاشت نغني التسجن الشركة تم غرابشت اتنافسينا باش ينا هذا حضا وحنا تسمى نشين الشركة تم غرابشت النيوة تفضل الشركة مرة بيتحسن 100% مية دي مية الشركة تم غرابش أتنفضل مش مثل جانتير التصبح حتى شي نغمة يمية بالنسبة أولا أنا مغربي ذو ماش تمسفهم ذاكيس اللغة ذي شتن ثم زيخت نخطى عرفت يمكن أن سأل مسفهم وغاحتاج المشكل دي ما نيني الماكلة يتير غاح الماكلة حلال أنشمين نخص ذاينا غاس الماكلة وزمح نسنشين إلا حلال يتزيم إلا ميريك لاتين ورا وسقانش تقنديش طريق تبلي ورا ذيس حلال ونشين وزمح نتق ما نيني ولكن ياث مجدي مغربي انت وندش سومز المغرب انت وندثي انت وند الخوضه انت وند كذا اخي عجب الحارين الشين والدوله نخت قعد غاسي رجل مستوى الشركه نخت خدم مره نخدم الدرائب نخت جاسيت انت الدوله نخ مثلا ونخت جيسيج الشركه تزد البعراني دابا لي بلجيك غاسات نتاحر نتزد نتكافاس نتق خبيت غنخضر ديني وانت في غنبلاصه طونوفينات الباكت بلا عنان هذا غافني الحل الباركا نشي خبيت غنخضر ديني ما نقطو بين عبريني خو مي غنبلاصه خصنا اخا من الحل اخا زمن غاس الباك ديني اخا زمن مي غنبد خداتيش الثمن خيالي بغيت غنخضر ديني بلاصه هو تبي غنبلاصه هذا غاف الحل ايمانيا نشي بالنسبة لغرابو غرابو ينشي نعاود
الشين نخدم كيس شطا وخفيف، نخدم كيس نتاع شان 6 9 10 11 12 1 2 المهم حمش عند 6 نطانا تاكينا خشتين مانايا ويجي نشين اخبر لابولمو اخجن الى بدا وزيدون قلنا غير بورت باجاج اجد ثمن خيالي بورت باجاج ني و بعد الناس 180 اورو شكت قد خاص 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 200 اورو 300 اورو قلنا 180 اورو تو ياك كلشي مانايا ويجي كنا اجد ثمن مناسب غير تكسر القاع بعداو. إضافة إلى كل هذه المشاكل التي يعاني منها قطاع نقل السلع بين المغرب وأوروبا والناتجة عن ضعف الخدمات داخل الباخرة، نجد كذلك رداءة الخدمات المقدمة من طرف أطر ميناء مدينة ست الفرنسية، حيث أن هذا الأخير لا يقدم الخدمات اللازمة لاستقبال المسافرين. كاين غاتق المهاجرين ديال نغليمان دي اسبانيا دي فرنسا بلجيكا هولندا السويد الدنمارك الشين الشاذ ديال المسافات طام قرانت تزدي بلجيك زغليمان شاذ ديال المسافات مغار انت خشاد نوحر غسات خشاد غاد معاش غير وحده الجيرات غير عشان مدين تشدو باركي تاع باركي بلع ماني غير احرق هاوي وهذا شاذ يسد ولا الرق هاوي لا المطاعم كلشي بلع الجناخه ميزان الجناخه مجنوي زان وباركي القيم تقريبا تخركواسي ني تبلع باركي حسبنا ام روحوش وغاخ ماني غنك تمضاك باركي زين تمضاك تقولش فان تاع جي الصمت غير كنت صمت تاع غارب ويا وانيتين نهام زوارو راهو شينا شويه تاع الحريه شويه الثمن مناسب ومي غافنا غارب ويا غي عما يعمروا غاربو بالدرج سيستم حسبنا غانا شنو روحوش تقرمين خسن يعني نخاف ديال الادمنه باركي بدل عند خانخ طواليت وانت ماني غانا ماني غنقروضو وغا حتى نيج الحقوق الشر غاربو يا وليتين غاربو يا تاج الروتار وغاك وكذا تسورد نيني خقيم تقرمين خسن غاربو يا تقرمين خسن تقدرني خسن تا وين غدي وكذان تاو ناخدي وذان وقيس نمش فهم مرا نعز زور شيخ بيت مرقاس بابير تبردي قاش كوا قاش مين تقا وزي مين وزي وقل السور عريستورا وغاح مين غانش انقاخ ذا الجوع مرا ودي سياغ روميو زغم ترديم وذن تد ويس داين نهام زوارو ومن غاق بلدي اغاربو امغرابين دولا نخل المغرب المحترمة إلى غاخ الحقوق ذايس تمو بين غاس 10 سنتيم قاعد 15 سنتيم ني غاز المترو قاعد واه كيف كيف روغا عبانا خسلوها إما راهو فين 5 سنتيم قاعد 250 300 يورو إما لا السور الغارب والقاش اللي تخرج مود قاعد غاربو ينا من قال حكم غاخ الإعدام غاربو يا وانيتين. علامتنا الباخرة جي ان في أطلس نابولي والتي تربط مدينة ست الفرنسية بالمملكة المغربية، نجد كذلك العديد من السياح الأجانب الذين يستعملون هذا الخط البحري بهدف زيارة المملكة المغربية. Je rends visite au Maroc, qui est le pays de mon enfance, et c'est toujours avec une grande émotion que je retourne au Maroc. Et parce que c'est bien que je sois français, ça reste le pays de mes racines. الحلول المناسبة من طرف الجهات المعنية بتوفير باخرة جديدة عبر هذا الخط البحري، يبقى قطاع نقل البضائع والأمتعة بين المغرب وأوروبا مهددا بشبح الإفلاس. على متن باخرة جي ان في أطلس نابولي بالمياه الدولية، لكم تحيات علي معكم وفريق إذاعة مابيل انتيغ ودليل الريف، انتظرونا في قادم المراسلات. شكرا.